يعني شوف لما يجتمع جيش الإسلام اللي في الشام مع الروم، اليوم الأول يشترطون الموت ويموتون، الثاني يشترطون الموت ويموتون، مجموعة يعني عصابة معينة، اليوم الثالث كذلك، اليوم الرابع يقولون يا جماعة اليوم بعد يلا نهجم نموت نموت مثل أصحابنا، فيأتي أهل الإسلام يساعدونهم ويحصل مقتلة عظيمة على أهل الإسلام لكنهم ينتصرون. فيقول صلى الله عليه وسلم فلا يبقى من 100 رجل كلهم عيال عم إلا واحد هو الوريث الوحيد. يقول صلى الله عليه وسلم فبأي غنيمة يفرح وأي ميراث يقسم؟ يقسم الميراث بينه وبين من؟ ما هم أخوانه كلهم ماتوا. أقسم الميراث بينه وبين من؟ ما هم أبوي مات وعمي مات وخالي، الميراث كله لي أقسمه بيني وبين من؟ أفرح بالغنيمة وأفرح بالفلوس إيش وأهلي كلهم ماتوا. قال فبأي بأي غنيمة يفرح وبأي وأي ميراث يقسم؟ قال فبينما هم كذلك، المجموعة التي بقيت المسلمة، بينما هم كذلك إذ سمعوا ببأس هو أكبر من ذلك، فجاءهم الصريخ إن الدجال قد خلفهم في ذراريهم. ترى الدجال طلع وتراه عند أهلكم، ها يلي طلعتوا من البلد الفلان ترى الدجال وصل عيالكم، أنت يلي تقاتل الآن ترى، أنت يلي أخوك قتل ترى الدجال جاي عند أهلها، أن الدجال خلفكم في ذراريكم. فيرفضون ما في أيديهم اللي بين أيديهم من غنائم يلقونها، ويقبلون فيبعثون 10 فوارس طليعة، يختارون 10 فرسان، لأن الجيش اللي باقي حتى ينتقل يعود إلى البلد يحتاج إلى وقت، وفي ذلك الزمان يكونون على إبل، ليس عندهم طائرات سيارات، فحتى يصلون يحتاجون وقت، فينتدبون 10 يقولون اذهبوا على الخيول أسرع، بدل ما يمشي 1000 مع بعض يمشي 10 أسرع، فينتدبون 10 فوارس، يبعثون 10 فوارس طليعة. قال صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الفوارس إني لأعرف أسماءهم، هذا اسمه كذا وهذا اسمه كذا، هل 10 يعرفهم؟ يعرف أسماءهم وأسماء آبائهم، يعرف أن هذا فلان ابن فلان، يقول أعرفهم من لو أريد قلت لكم أسماء ال10، وهذا فلان ولد فلان وهذا فلان، أعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، هذا خيله أحمر وهذا خيله أبيض وهذا خيله أسود، هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ، أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ، رواه مسلم. هذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الحرب أين تقع؟ قيل يا جماعة فيها قولان، قيل تقع في مرج دابق، مرج دابق شمال سوريا، وإلى اليوم انت لو تدخل على جوجل إيرث ولا على خريطة سوريا تجد مرج دابق معروف منطقة يعني، وقيل تقع في القسطنطينية، أن الروم يأتون من الشمال من أوروبا ويقفون في تركيا القسطنطينية لغزو بلاد الإسلام، أو ربما كانت أحداث سوريا اللي موجودة اليوم لها علاقة بهذا، الله أعلم، أنهم يأتون جيوش فيقاتلهم المجموعات المجاهدين اللي موجودين أصلا، فإذا بدأت هذه المجموعات تنهزم نهد إليهم بقية أهل الإسلام. المسألة فيها يعني أقوال، أنا لا أجزم بشيء في هذا، علمه عند ربي جل وعلا، إنما هي أحاديث ذكر أهل العلم لها شروحا، أنا أسوق لكم ما ذكروا. طيب لأجل الانتهاء بس نحاول أن نختم.